اسمع محمد صلاح في المؤتمر النهارده وشوف هدوءه وذكائه في الرد على اسئله بين قوسين كده بيتقال عليها اسئله قد تبدو اسئله سليمه ومهنيا رائعه زي ما اشدت بزملاء الصحفيين، بس ممكن تصنف عند بعض اللاعبين انها اسئله مستفزه. محمد صلاح رد بمنتهى الذكاء والهدوء. اسمع صلاح قال ايه وتعال. الجو لو وحش فهو على الكل، مش علينا احنا بس في مصر. اللي انا دايما بحب ابص للحاجه من الحته الايجابيه، بس الكوره دايما بتدينا فرصه. الحمد لله في مصر، مصر ادتنا اخر ماتشين، تعادلنا في الاخر خالص، والجزائر نفس الكلام. فدي ده احساس بالنسبه لنا، ودايما بقول للعيبه الكوره عايزاك توصل، الكوره عايزاك تطلع قدام. ف ده الحاجه الايجابيه الوحيده اللي اخدها من الموضوع. لكن الكوره عامه حواليك في افريقيا بتتطور بشكل كبير. احنا ما اعرفش الجزائر يعني فيها عدد كبير قوي من المحترفين، مصر اقل شويه. طبعا العوامل كتيره مش هنقعد نتكلم فيها، بس الكوره في افريقيا عامه الفرق كلها بتسيب العيال بتاعتها تروح من وقت صغير انها تحترف وتلعب في اكبر الانديه، وده بيعود على المنتخبات بشكل كبير وعلى اللعيبه نفسها وعلى الدوله وكل حاجه. فاحنا عندنا برضو لازم نسيب اللعيبه من سن اصغر شويه ان هم يحترفوا، وما ننجمش اللعيبه زياده عن اللزوم يعني. فده شايف ان ده سبب رئيسي بيخلي اللعيبه ان هي عايزه تقعد في بلدها، ان هي متنجمه زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت الانديه مصعباها عليهم ان هم يمشوا. لكن انا بلعب في اوروبا من 12 سنه يعني او اكتر، ما فيش فرق كبير قوي في الامكانيات، بس في فرق في العقليه شويه، ان هو ده عارف ان ده شغله هيعمله كل يوم متواصل. الامكانيات كلها قريبه من بعض. فاتمنى ان شاء الله ان احنا في البلاد العربيه عامه ان احنا نسيب يعني. لو بصيت على تونس نفس الكلام، ما عندهاش لعيبه كتير بتلعب في اوروبا. فاتمنى يا رب بس ان دي حاجه تتغير عندنا ونطلع اللعيبه بدري يعني. الاصابه هيبقى في كلام بين النادي والمنتخب، وهيتكلموا في الموضوع ده بعد المؤتمر او بكره الصبح. ففي ستيتمنت نازله الناس هتشوفها. بالنسبه للاداء ما اقدرش اقول لك بصراحه حاجه واحده معينه. انا لعبت ماتش ونص، صح؟ لعبت ماتش ونص، بحاول على كل ان انا بحاول على كل حاجه اقدر اعملها ان انا اكون كويس في الماتشين. ممكن كنت موفق في الماتش الاولاني، في الاخر انا جاي هنا مش عشان العب كره فرديه، انا بحاول العب كره جماعيه للفرقه كلها. ما كناش موفقين الفرقه كلها ان احنا كنا بنلعب كورتنا اللي احنا معروفين بيها الماتش الاولاني، لكن ده بيحصل في الكوره وده وارد جدا في الكوره، ومش دايما بنبقى كويسين عشان نكسب الماتشات. بس اهم حاجه انا شايف الحاجه الايجابيه اللي حصلت ان احنا في الماتشين الاخرى واحنا متاخرين قدرنا ان احنا نتعادل ونبقى موجودين لسه في البطوله. فما عنديش تفسير معين لتحليلنا الشخصي، لان كده احنا خدنا الكوره كلعبه فرديه، فالكوره طبعا لعبه جماعيه. انا شايف بس ان خلاص انا مش موجود الماتش الجاي، اتمنى ان شاء الله اي حد موجود. ده اللي احنا قلناه بين الشوطين الماتش اللي فات، ان هو يؤدي بشكل كويس ويحاول يكسب الفريق، وده اهم حاجه. احنا ده منتخب مصر مش منتخب صلاح. صلاح واحد من ضمن 27 لعيب في المنتخب. فشايف ان شاء الله انا متفائل جدا، واللعيبه متفائله، واتكلمنا مع بعض وان شاء الله نقدر نكسب ماتش بكره. اهم حاجه بص، انا اقدر اوعدك من هنا ان انا ما شفتش اي حاجه. انا داخل بطوله عارف انا عايز ايه منها، مركز في شغل كويس قوي، ماليش دعوه الناس بتقول ايه او ما بتقولش ايه، لكن متفهم طبعا فكره ان انت تنتقد منتخب بلدك او اللعيبه عشان خاطر ما كسبوش. دايما لما بيبقى في خساره او تعادل الناس كلها بتتكلم، مع المكسب الدنيا بتمشي. ده في الكوره من ساعه ما لعبت كوره، متفهم ده طبعا وبحترمه جدا. في ناس كتيره برده بتسبورت، وده حاجه كويسه جدا، هو بيدعموا المنتخب بشكل ما، وده اللي اللعيبه محتاجاه. اللعيبه دلوقتي محتاجه ان هم يحسوا ان في حد وراهم وحد بيساعدهم طول الوقت، مش عايزين يحسوا ان حد بيهدم فيهم والكلام ده كله. اتمنى ان شاء الله ان الناس عامه تقف ورا المنتخب زي ما وقفوا ورانا البطوله اللي فاتت من ساعه دور المجموعات، ووقفوا مع اللعيبه شافوا اللعيبه عملت ايه. اللعيبه كانت بتموت نفسها في الملعب، والناس نفسها طلعت قالت انتوا عملتوا اللي عليكم والموضوع خلص. انا اتمنى ان الناس برضو تقف ورا المنتخب. اللعيبه كويسه جدا، اللعيبه بتموت نفسها فعلا في التمرين في الماتشات، ممكن مش موفقين في النتيجه، بس بجد ما فيش حد بيطلع من الملعب وحاسس ان هو عنده مجهود المفروض يعمله. فتانية الحاجه الوحيده اللي اتمناها من الناس ان هي تقف ورا المنتخب. في الاخر ده اسم مصر،
وده حاجة بتشرفنا كلنا. مفيش لعيب رايح المنتخب وانا مش عايز اجي وانا مش عارف، لا اللعيبة كلها عايزة تلعب وعايزة تبقى كويسة، فعلى الاقل اللي مش عايز يقول حاجة كويسة ما يقولش حاجة وحشة. في ناس لسه صغيرة وفي ناس لسه اول مرة تلعب البطولة، فصعب عليهم ان هم الانتقادات الكبيرة دي ممكن تأثر عليهم، وانا بشوف لعيبة بطريقة معينة بحس ان هم في ضغط عليهم. في ناس تانية مش دماغها، فخلاص ده حاجة برضو كويسة. بالنسبة للانتقاد أنا على الأداء، أنا أعرف المنتخب من زمان، فأنا متفهم جدا إن الناس تقول لك ما بيلعبش هنا زي هنا، هي هتفضل حاجة موجودة مدى الحياة، فما عنديش مشكلة فيها. اللي عايز يقول حاجة يقولها، ده رأي ناس وأنا بحترم الآراء كلها، وما افتكرش إن أنا طلعت مرة رديت على حد أو عملت حاجة، عشان هو كل واحد يقول اللي هو عايزه، دي حرية رأي، وكل واحد عنده السوشيال ميديا وعنده حاجة، ده رأيه وهو عايز يقوله وأنا أحترمه. الموضوع مش مقلل مني في حاجة خالص يعني. 100% بتكلم مع اللعيبة في الموضوع ده يعني، كلمت معاهم بعد الماتش، حتى قلت لهم يعني أنا كنت كاره فكرة إن اللعيبة جاية لي في الملعب ولأ ومش لأ، وحجازي مش عايز يلبس الشارة، اللي هو خليك خليك، فما تلبسهاش لحجازي، بس فكرة إن هو لأ، أنتوا مش بتلعبوا كورة ليا، أنتوا بتلعبوا كورة للمنتخب ولنفسكم قبل مني، أنا جزء صغير أوي في المنظومة دي. فمتفاهم طبعا ان هو بيدور عليا ليه، لان انا مش صغير، انا عارف قيمه نفسي وعارف انا مين، وفاهم برضو حته ان هو التحرر اللي بيبقى موجود عنده، ان هو ممكن يكون احسن، لكن في الاخر انا جزء من اللعب، انا جزء كبير موجود في الملعب، فهو بيحاول يستغلني بشكل معين، وعارف ان انا هفيده بشكل كبير. انت لو بصيت لها من الجنب ده هترجع تشوف هل الحاجات اللي انا عملتها مع المنتخب وحشه؟ لا. طب ما فكرتش فيها، مش انت شخصيا يعني، فكرتش فيها ليه بالشكل ده، ان انا عملت ارقام وكل حاجه كويسه، فهي هو بيدور عليا عشان عارف ان انا اقدر اعمل فرق، بالنسبه لي منطقي يعني.